كيف يجوز الدخول بالصغيرة دون إذنها؟ ومن حق المرأة القبول أو لا؟ وهل صح أن ابن تيمية لا يرى جواز ذلك؟ اسأل سؤالك. اسأل سؤالك باختصار. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل إنها تستحق لإذنها صمتها. إلا أن الحديث ورد له لفظ أيضا، لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن أيضا. لكن بعض أهل العلم يقولون إن البنت التي لم تبلغ ليس لها كبير رأي في، أو ليس لها كبير إدراك في مسألة الزواج، فيجوز للولي أن يزوجها. إلا أن النص الآخر أعم، لا تنكح البكر حتى تستأذن.